بطاطعيم ايبولا هي اللي تصنع في هالبطاطعيمات حول العالم، ما هيش حاجه جت امس يعني تقول كابروس خش عليها جديد من زمان. هذه هي اللي استعملوها للتطعيم، هذه عابة ان هي ممكن فاعلتها على الطفرات الجديده حتكون اقل. الاوكي للاستعمال ان هو يغطي اقل ادنى نسبه للحمايه اللي هو 50%، ما توصل 50% حمايه معناتها اعطيت حمايه كويسه. طيب في شويه حاجات هيك يعني بسيطه، لو انت عندك حساسيه من ادواء فيما سبق، يعني زي ما واحد صديقي قال لنا 3-4 شهور تلفزيون والاذاعات والدواء كلها تدعو على التطعيم ومشاكله، بس المواطن بده عارف شو صاير فتو بدا خايف. انتو تو على النطاق البسيط في مراكز التطعيم تشرح له، راهو بيصير لك بعض الحاجات وندوى لها بعد التطعيم. تساؤلات برضو موجوده، يجيك انه تنقص شهيه المواطن، يقول لك والله انا ما عادش ناكل زي قبل، انه يحس بالم او مغص في البطن. تحميك من العدوى، لكن نسبه المضاعفات شبه كلهم موصله لليفل كبير، ما فيش حد في العالم هو سجل في شهر 8 ابوش اعترفوا به، هم ابوش يتكلم عليه. حاليا مجله لانست هي كسرت لهم السوق كله، من طلع قالت ان سبوتنا فعال يوصل حتى 92 وصلوا حتى 96% كجرعه اولى. تقول كابروس خش على جديد، من زمان تصنع ومعروفه عالميا. هل هذا الشخص حيخش بالعناية؟ هل هذا الشخص حيخش بالمستشفى؟ لا، هذا الإجابة. اليوم نحن في بلدية نالوت في استكمال للحملة الوطنية لتوعية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يقودها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة اليونيسف. اليوم الحق نعتبره في الأسبوع الثاني من الحملة، بعد ما بدينا في الحملة من بلديات الساحل الغربي اللي هو عندنا صرمان، صبراتة، زوارة، العجيلات، زلطن، مرورا حتى بمدن الجبل درج وتيجي وبدر، وصولا حتى غدامس. اليوم عندنا نالوت، بكرة بإذن الله استكمالا عندنا فيه باقي مدن الجبل اللي هي كباو وجادو وحتى مدن باقي مدن الجبل كلها. طبعا الحملة هذه تستهدف جميع بلديات ليبيا، أكثر من 100 بلدية، تستهدف التوعية المجتمعية المباشرة. عندنا استراتيجية الحملة اللي هي عبارة عن محاضرات لعناصر مؤثرة في البلدية الطبية والمساعدة، كذلك عندنا فريق ميداني ينزل مراكز تطعيمات أو ينزل حتى ميداني باش يستطلع ويشوف رأي الناس ويشوف حتى ردة فعل الناس بالنسبة للتطعيم.